هذا الكتاب اسمه Beyond My Journeys. هو أخذ معه 7 سنين، 5 سنين تصوير و2 production. عملته عن 10 بلدان وبثمان لغات. رحت على الصين وعلى الهند وعلى تايلند وكمبوديا وإسبانيا والبرتغال ويونان ودبي وتركيا ولبنان. هول 9 بلدان هن من التوب 20 destination touristic places بالعالم. إن الله راد رح أرجع أمضي بكل بلد صورت فيه. هيدي الصورة صورة الروشة. كل صورة إذا بدك أنا بصورها هي شقفة مني ومن داخلي ومن حياتي. هيدي الصورة بإسبانيا، هيدي بمنطقة اسمها توليدو وسان رايز. بس أخذت هيدي الصورة، كانت شيء كتير حلو لإلي. في بعد صورة، هيدا أكبر جسر حديد بالعالم. طرد من الساعة 12 للساعة شي 7:15 اتصرت السانست ورجعت صورتها. بالآخر هذا الحلم بتحقق، وهي دول الصور اللي عم تشوفون هن عن جد ثمرة تعب 7 سنين. إن شاء الله يكون كل شيء عجبكم ويكون المعرض عجبكم. Thank you.